أوقفت الولايات المتحدة الشهر الماضي مساعدات تقدر قيمتها ب 125 مليون دولار كانت تقدم للاجئين الفلسطينيين بحسب معلومات أفادت بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية الوكالة الاحتياطية الطارئة هذا العام إلى 200 مليون دولار أمريكي ليواجه اللاجئون الأزمة المالية الآن. فما هو مستقبل هذه القضية؟ نحن نمر في محنة غير مسبوقة في تاريخ الأونروا، وعلى أساسها تم اتخاذ بعض من القرارات، أهمها قرارات تقشفية طالت النفقات الإدارية، بالإضافة إلى بعض من زملائنا الذين يعملون على عقود المياومة. بموازاة ذلك تعمل الأونروا جاهدة في إقليم الأردن على استمرار تقديم الخدمات ل 2 مليون و 200 ألف لاجئ مقيمين على أرض الأردن دون التأثير على الخدمات الأساسية. على الرغم من تزويد المساعدات أواخر الشهر الماضي، نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تجميد مساعدات الأونروا جاء انتقاما من الفلسطينيين بعد أن فلسطين أدانت بشدة قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في حين قرر ترامب تجميد المساعدات بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أما في الوقت الراهن تعلق الأونروا أهمية كبيرة على هذا الحادث، غير أنها تؤكد استمرارها في أداء مهامها مهما كانت الصعوبات، وأنها تواصل دعم الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين. لم يصلنا أي معلومات بما يختص هل هناك دعم مستقبلي، هل هناك دفعات أخرى، ما هو التعديل على هذه القرارات. نعمل جاهدين كأسرة أونروا، عاملين بكل حسب قدره واستطاعته على أن نمتص الصدمة من غير أن تؤثر على الخدمات الأساسية. تضم الأردن باعتبارها أكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين 10 مخيمات فلسطينية رسميا و3 مخيمات غير رسمية، 171 مدرسة، 25 مركزا طبيا، 14 مركزا للتدريب الوظيفي، و10 مراكز لإعادة التأهيل لتقدم كافة خدمات المعونة. وهكذا يرتبط استقرار الوضع الاجتماعي في الأردن على حصول ما يقرب من 2.2 مليون لاجئ فلسطيني على مساعدة مستدامة ومستقرة للبقاء على ما يرام. وفي مواجهة هذا الوضع القاتم، وجه المدير العام للأونروا كروم بول نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، كما تحاول الوكالة في الوقت نفسه إطلاق مجموعة متنوعة من مشاريع المعونة الطارئة. فعلى سبيل المثال طلبت الأونروا في 30 من يناير مبلغ 800 مليون دولار كمساعدة طارئة من المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. على أن الأونروا قد أطلقت حملة عالمية تحت عنوان هاشتاغ الكرامة لا تقدر بثمن. هذه الحملة التي تحمل هذا الوصف هي حملة عالمية الأولى من نوعها للأونروا، تهدف إلى الوصول إلى الأفراد والحكومات، التأكيد على الكرامة، على كرامة اللاجئ الفلسطيني. وجود الأونروا هو وجود حتمي للحفاظ على كرامة اللاجئ الفلسطيني.